توبة 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 توبة. يا دي النيلة يا نوال، يا دي النيلة، ما قلتلك 100 مرة بلاش تجيلي العربية، وكمان كوريا خرجت والجو ما بقاش أمان. الله، خرجت ولا تهببت؟ ماليش فيه، وحشتني إيه؟ نهارك أسود ومنيل بستين ألف نيلة، وحشتك إيه ونيلة إيه؟ لقيتك هنا كل يوم والتاني ما بقتش نافعة يا نوال. نفسي بتهفني على الكبدة، فبجيئة. كبدة إيه؟ كبدة إيه اللي نفسك بتهفك عليها؟ كوريا لو شافتك هنا هتشمع لي أم العربية، وسلومة جوزك مش هبة لنوال، ومحله على آخر النصر. مالكش دعوة بجوزي يا أخويا، قول إنك خايف من السنيورة القصيرة بتاعتك، ما أنت مضروبة على عينك وبتحبها رد السجون، أنا عارفة عاجباك في إيه دي؟ فكك بقى من كوريا وشيليها من دماغك. نوال. عيون نوال. مزنوق في 200 جنيه. يوه يقطعني، مش عاملة حسابي. لا شوفي لي أي حاجة معاكي. طب خد يا هيما ده بيعه، واشتري اللي أنت عاوزه ونزه نفسك. من إيد ما نمسكهاش، ويلا بقى اخلعي يا نوال، مالكيش حجة، واحدة جوزها جزار واقفة على عربية كبدة مستوردة ليه؟ كمان كوريا مستنيانا على القهوة. على القهوة؟ يعني على الرجالة. يا ستي والله ما خايف منها، بس دي خطيبتي وهتبقى مراتي، عاوزاني أقول لها إيه؟ أقول لها والنبي سيبيني أروح أقعد مع نوال شوية عشان جوزها مش فاضلها؟ الله، وأنت تقول لها ليه وتعيد لها ليه؟ ما دام ما اتجوزتهاش مالهاش حاجة عندك. مالهاش حاجة عندي إيه؟ أنت اتجننت يا نوال، ده لو عيني رمشت واحدة بس بتعمل معايا الصح. أنا نفسي أعرف البت القزعة المسترجلة دي عاملة لك عمل عند أنهي شيخ عشان أعمل لك عنده؟ ده أنا فرشالك خدي مداس وبتمنى لك الرضا ترضى، ده أنا مفيش مرة بشوفك فيها إلا الكلام يبقى عليها حتى وهي مسجونة. إيه؟ أنا بقيت بكرهها كأنها درتش. درتك إيه؟ درتك إيه ونيلة إيه؟ يا نوال إحنا حوارنا ده كله عوى ومليان مشاكل، وجوزك ده أنا قده يا ماما وقد 10 زيه، بس صاحب الحق قوي برضه. ما أنا قلت لك فكك من الحوار ده ونفضها لها، وحاجتك حاضرة، أنت راجل في الكلية وهي رد سجون، وأنا هقرب سلومة في عيشته لحد ما يطلق، وهخليه قبليها يكتب لي الشقة اللي احنا فيها باسمي، يعني مش هياخد غير جلاليب والزفرة وهو خارج، ونتجوز أنا وأنت يا هيما. آه، ولو عاوز عفش جديد نشتري أبيع سيختي. أنا شارياك يا هيما وبحبك، وسلومة ده ما بقتش طايقة نفسه في وشي. أنت تطلتي يا نوال؟ لا وربنا اتهطلتي، انت عاوزانا انا وانت نتجوز ونقعد في الشقه اللي قدام كوريا دي، كانت تولع فينا وفي ام الشقه. خلاص نبيع الشقه دي وناخد اي مطرح في اي حته. فكك بقى من موضوع الجواز ده، خلينا كده احنا كده احسن. نوال مزنوق، شوفي لي اي حاجه معاكي. يوه عينيا، بص كده، خد يا حبيبي. دي حبيبتي حبيبتي يا نوال، ربنا ما يحرمني منك. يا اخي كبداجي، وانت يا اختي نوال، انت ايه اللي جابك هنا يا شيخ ناصر؟ ايه رايك في الصدفه السعيده دي؟ لا يا صدفه زباله بصراحه. يلا نجري. يلا ازيك يا هيما، وحشتني. ما قلنا هنا لا يا نوال، ما قلنا هنا لا، اكتبها لك على ام العربيه من بره، ما تجيش هنا يا نوال. الله، ما تبطل عبط ياض وانجز. انجز في ايه؟ بص، سلومة طلع على الخصوص يعين كام راس كده لواحد صاحبه تاجر وحي آخر، والبتسي كوريا متدهولة في اللي هي فيه، يعني الدنيا أمان 24 قيراط، ولو طلعت عندي محدش هيشوفك، أنا هسبقك وتعالى ورايا. أجي وراكي فين؟ أنت اتعطلتي، أنت عايزة تفضحينا يا نوال؟ هي ناقصة شردة؟ لا شردة ولا مشرداش، وأنا يعني مش هخاف على سمعتي، لا إله إلا الله. ما أنا بقولك الدنيا أمان، وأنا كل شوية هكلم سلومة أشوفه فين، ده ما بيعملش مشوار البهايم ده غير فين وفين، والليلة بقى لو عدت هيبقى خلاص موت يا حمار بقى على ما ينفع تاني. ده أنا عاملة لك جوزين حمام هتاكلهم من هنا، وتكسر الشقة على اللي فيها، ومخبية ربع منقوع هينسوك اسمك. يلا بقى أنا هسبقك، اوعى تعوق. الله يخرب بيت أمك يا شطان، ضعيفة هيما ضعيفة. We'll be right back.
دلاني في حبك دلاني، ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني. دلاني في حبك دلاني، ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني. انا عايزه اتدلع، انا عايزه اتدلع، انا عايزه اتدلع على حسك يا ابو لمستي بتقطعني. اصلك انت وحشني قوي حتى وانت حاضني. زي الفار كده اللي وقع في الخايه. الله، وهي شايفاك ما تردش عليه. لا اصلها بتقفش لما ما بردش. قفشت فيها عقربه، ده ايه قله المزاج دي؟ ها شغل الزفت ده. ماشي. ده سوك سوك. الو الو، هتكلمه يا ابراهيم. بقول لك ايه، كوريا هنا وقلبها الدنيا عليك، وعايزاني اروح معاها ندور على خالتها بره المنطقه. اساله هو فين. طب بقول لك ايه يا سوكا، انا في طالعه كده. ها قول لها اي حوار لحد ما اجي لك. اوعى تهبل في الكلام، صاحب لصاحبه يا سوكا. ليه يا حول الله ولا قوه الا بالله. هو فين؟ ربنا يجعلك لفعل الخير. فعل الخير؟ بحاول يا سوكا، بحاول. ادعي لي. ماشي يا ابن عمي، يلا بالسلام. بقول هي لو احتاجت نقل دم بتصل، لو احتاج نقل دم بتصل بيا. طيب سلام. بس يا كوريا استني. قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ يا كوريا حاضر عليا، ده في مشكله. ايه هي المشكله يا اخويا؟ اتفضل. بيقول لك واد صغير قدام عربيه الكبده خبطه توك توك، قام هو خده وجري على المستشفى ما بين الحياه والموت. بس هو قال لي ان هو جاي. انا عارف ابراهيم في الحالات اللي زي دي بيخلص ام اوام، صاحبي بقى وانا عارفه. حاول لا قوه الا بالله العظيم. ماشي. قلت مزاجنا الهي ايه اللي مزاجها البعيده؟ مش يلا ولا ايه؟ يلا. وعارفه يا بت يا كوريا، كان لنا زمان بت قريبتنا، كانت بت يا عيني كده برضو عقلها خفيف وطاق منها وهاجج، زي خالتك كده يعني. ايوه. بس البت ده هي كانت حلوه بقى وشابه وملظلظه كده اهو، بيضه وزي الفل، تتاكل اكل والله يا كوريا، تتاكل اكل. ايوه. بس ايه، كانت قاعده مع ابوها وامها. كوريا لسه تحت. هي البت دي ما وراهاش حاجه؟ لا ولا الثانيه، في حد يبيع خضار دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ انا بقالي ساعه محبوس هنا. الله يخرب بيت شورتك المنيله. الله يخرب بيتك يا نواد، الله يخرب بيت. بس العين مش عليك، انا اللي كلب وربنا. جرى ايه يا هيما؟ يعني ما اتبسطتش؟ بس بقى اتبسطت ايه ونيلت ايه؟ خرجيني من ام الحبسه دي يا نوال. طب خلاص هبص لك انا. خرب بيتك يا كوريا، بوظت لنا اليوم. يلا بقى. طب يا اخويا. بس بقى انت راح. بس بقى يا يخنقوها، اصل احنا سلو بلدنا صعب قوي قوي قوي. طب هي خالتك مش دماغها رايحه منها؟ بس والله العظيم والله العظيم دماغ في طاقانها. اه والله ربنا يرجعها بالسلامه يا رب. يا نسبتي يا نسبتي يا نسبتي. في ايه؟ سلومه جه. سلومه جه. سلومه جه. حضرتك اسود ومنع. تعالى هنا، رايح على فين؟ تعالى. ام البتاع. هنروح. تعالى. ايه على فين؟ تعالى خليك في اوضه النوم. هنروح فين؟ اوضه النوم ايه ده؟ وقت تعالى. تعالى خبيك فيه. تعالى خبيك فيه. ناو واحد وقع من الجوع. طبخنا ايه النهارده؟ لا طبخه ولا عامله، اقلي لك بالطين. بالطين؟ ده الواحد بطنه مششت من كتر البيض.
يا اخويا اجيب لك طباخه، شغل البيت بيهداني. ماشي. رايح فين؟ محصور. ايه ما فك الزنقه. انت يا اخويا اللي كنت سايب الباب مفتوح. انا مش بس انا قفلته، مش عارف وانا البيت دريان بحاجه ما ادخل اعمل الطبطين. ما خلاص يا ولية، حكيتي لامي كل حكايه المجانين اللي تعرفيها في حياتك. انا مال انا ومال مجانينك؟ انا خالتي مش مجنون، سندس مع اقلها ما خفش الا من بعد ما جوزها وابنها ماتوا والشقه ولعت بيه. بقتي حرام يعني ما بتفتكرش قوي، وساعات ما بتميزش البني ادمين. خلاص كفايه بقى صدعتين. خص عليكي، يعني ده جزاتي ان عاوزه اسليكي واخد بحسك؟ يا شيخ النبي خدني احسن. خلاص انا اللي قربت الجن ومش طايق اطلع الشقه وخالتي مش فوق. طب تعالى. ازيك يا مسوك؟ ازيك يا اخويا. ازيك يا ابراهيم؟ عمل ايه الواد؟ اني واد يو اللي خبطوا التوك. اني توك ملك يا هيمه اللي كنت معاه في المستشفى. اه الواد مات يا سيبتي. الله يرحمه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وسواق التوك؟ خدوا منه التوك توك وهيعدموه. تعالى بس.